السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمن تكنولوجيا المعلومات نص وظيفي على بركة الله من هذه الصفحات. أذكر بعض أشكال التواصل الحديث، مثلا الهاتف النقال، الإنترنت. يعني حتى هذا الموضوع فيه شفناه، يعني أتكمل من عندك. وحدد العلاقة بين العنوان والصورة. الصورة تدعو إلى الحذر من الثقة في عالم تكنولوجيا المعلومات، ووجوب الحذر ثم الحذر من اختراق حسابك. لذا وجب حماية حاسوبك وجميع حساباتك على الإنترنت. يعني ذلك القفل يرمز إلى الحماية، إلى الحماية، يعني يجب أن تحمي نفسك ومعلوماتك وبياناتك من الاختراق، من السرقة، من التجسس. أتوقع أفكار النص من خلال العنوان والصورة. أتوقع الأفكار التالية هو أن النص سيتطرق إلى التعريف بعالم تكنولوجيا المعلومات وكيفية الحماية من أخطار الاختراق الرقمي أو الهجمات الرقمية. نعم، وتنمي معجمي اللغوي. آتي بخارطة كلمة يمتلك نوعها فعل مرادفها يحصل يظفر أو يظفر نعم يظفر يظفر بشيء يحصل عليه ويمتلكه. عندي له التركيب، هذا نرجع ضدها. إذا التركيب يمتلك أحمد مهارات رائعة. إذن يمتلك أحمد مهارات رائعة، لأن مهارات مفعول به مجرور بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، ورائعة نعت تابع لمنعوته في نصبه. إذن ضدها يفقد. أبحث في معجمي اللغوي عن معنى الهجمات الرقمية. الهجمات الرقمية محاولة ضارة ومتعمدة من جانب فرد أو مؤسسة ما لاختراق نظام المعلومات لدى فرد أو مؤسسة أخرى. عادة ما يبحث المهاجم عن شيء من المنفعة وراء تعطيل شبكة الضحية. إتلاف الشيء، تعطيله وإفساده. نعم، يعني نقلوا باش نكملوا الأسئلة. لاحظتوا أننا ما قريناش النص، لأن قرأوا النص بوحدكم، مو غنجاوبوا على الأسئلة ديالو. إذا ما الذي دعا إلى ضرورة تحقيق أمن تكنولوجيا المعلومات؟ أولا تنوع وسائل الاتصال وكثرتها، ازدياد حجم تبادل المعلومات، ازدياد المخاطر التي تهدد هذه المعلومات. لأن هذا الجواب الأول نكتبوه باش نمروا إلى السؤال الثاني اللي كيقول ماذا ينجم عن الهجمات الرقمية. نعم، إذن ينجم عن الهجمات الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها. ذكر الكاتب ثلاثة أنواع من المخاطر تهدد الأجهزة والشبكات الرقمية. ما هي؟ إذا أنواع المخاطر التي تهدد هي الهجمات على السرية والتوافر والنزاهة، وهذو مشروحين في صنف النص، الصفحة 181، شارحين كل وحدة، كل هجمة شارحين مزيان، مفصل على السرية، على النزاهة، ثم على التوافر في الفقرة الفوق ديال الصفحة 181. نعم، نمشيو لسؤال آخر. ما الذي يجب على المستخدم القيام به لتأمين معلوماته الرقمية؟ إذا أولا اختيار كلمة السر المناسبة،
الحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول، يعني شي واحد مثلا كيرسل لك رسالة أو صورة أو ملف وكتضغط عليه باش تشوفه، هذا كيكون خطر لأنك يحمل ملفات للتجسس فيخترق هاتفك أو حاسوبك، يعني ما تبقاش غير كتضغط وكتكليكي كتدخل. إذا هذه النقطة الثانية ثم الثالثة تقول عمل نسخ احتياطية للبيانات والصور، دائما خزن الصور ديالك في واحد المكان آخر، دائما دير جوج نسخ. إذا ما النصائح التي قدمها الكاتب لمستخدمي الوسائط الرقمية؟ التعامل مع المواقع الموثوقة المصدر، فتح الروابط المعروفة فقط، تحديث الأجهزة وعمل نسخ عمل نسخ احتياطية، تحديث الأجهزة يعني ميزاجور، لا ميزاجور نحددو إذا باش ندوزو دابا الأقرأ وأحلل. اقترح عنوانا آخر مناسبا للنص، الحماية المعلوماتية أو اختار الإنترنت لو بغيتي. عدد الفقرات تقريبا كاين شي 10، مهم اللي حسبنا يعني الفقرة كتبان بالك التداخل اللي الفقرة كترجع شوية للور، يعني هذا كتبدا كاين بقى فقرات اللي فيهم غير سطر ونص، فهمنا؟ إذا المهم بحال مثلا الفقرة الأولى نقولوا مثلا تبادل المعلومات، الفقرة الثانية حماية المعلومات، ثلاثة مراحل الحماية، أنا شنا لك مرحلة التخزين أو مرحلة التبادل في الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة في الصفحة 180، الفقرة الرابعة أربعة، أنا اعتبرت هذيك فقرة أربعة اللي في الأخير ديال 180 وهذوك الثلاثة اللي فوق في 181 اعتبرتهم كلهم غنديروا لهم عنوان واحد هو أنواع الهجمات، لأن في الفقرة الرابعة قالوا لنا أن كاين ثلاثة أنواع ديال الهجمات، ياك راهم من تحت آخر سطر في 180 قالوا الهجمات على السرية والنزاهة والتوافر، جاو الصفحة 181 داروا كل فقرة صغيرة كل واحدة كتكلم على واحدة على السرية واحدة على النزاهة واحدة على التوافر، حنا سميناهم كلهم أنواع الهجمات، بغيتي تسمي كل فقرة أخرى تسمي مثلا الهجمات وعلى السرية هذه فقرة خمسة، الأخرى تقول الهجمات وعلى النزاهة الفقرة ستة، سبعة تقول الهجمات وعلى التوافر. فقرة 8 مستويات الحماية، فقرة 9 نصائح مهمة، فقرة 10 والأخيرة الأمن، ماشي الأمن أمن المعلومات ضرورة، عن حيث الآن نقول أمن المعلومات ضرورة. إذا نمر لسؤال آخر، أستخرج من النص جملة من النص جملة توجيهية، واخا إذا أستخرج من النص جملة توجيهية، كاين هذيك جملة ألا تعلم ألا يتألى ألا يتعامل إلا مع المواقع الإلكترونية الموثوقة. المهم هذه وحدة أنا مبغيتش نقلب غير نعطيكم أمثلة. نعم أبدي رأيي في قول الكاتب، لقد أصبح أمن تكنولوجيا المعلومات مطلبا حيويا للمحافظة على الخصوصية والسلامة. نعم قل نعم صحيح، فيجب على مستعمل التكنولوجيات المعلوماتية التمكن من وسائل الأمن والحماية حتى يستطيع الإبحار في الإنترنت بكل أمان وثقة. وما رأيي البراء، الأهم هو أنك تعبر على رأيك، يكون خاطئ، احنا هنا ما كنديروش ما عندناش رياضيات واحد زائد واحد كيساوي جوج، عندنا الرأي ديالك يكون خاطئ، مهم هو أنك عبرتي عليه. نعم إذن فينا نشوف دابا تلخيص، أستعين بأسئلة الفهم لألخص شفهيا ثم كتابيا، واخا إذن نقول تهدد مجموعة من المخاطر المعلومات الشخصية والخاصة للأفراد والمجتمعات نظرا للازدياد الواضح في استعمال وسائل الاتصال، ولهذا فمن الضروري الحرص على حماية المعلومات ضد الهجمات الرقمية.
التي تسعى بأنواعها الثلاثة السرية والنزاهة والتوافر إلى سرقة البيانات أو إتلافها أو عرضها للعموم. ولتحقيق الأمن اللازم ينبغي تخزين نسخة من هذه البيانات والمعلومات، واختيار كلمة مرور سرية فعالة، وتجنب الروابط مجهولة المصدر. أنا نصح من مهم، هذا هو الملخص، خفيف ظريف. إذن بما نقلته نمر إلى بخصوص مضمون النص، أقوم بتقويم التوقع. أقول مثلا: كان توقعي صائبا إلى حد كبير، أتعاون مع زملائي لإنجاز ميثاق. هنا نديرو مثال، مثلا ميثاق نقولو نديرو لا نكتبو فيه من البنود ديالو: لا أتواصل مع الغرباء، أحتفظ بنسخة احتياطية للبيانات، لا أنشر معطياتي الشخصية أو صوري على مواقع التواصل الاجتماعي، صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.